يوليا الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال هذه المرحلة من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الوعي الثقافي لديها، هذا بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني. هذا وقد حققت الحكومة العديد من الإنجازات في مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 من يونيو 2023 وخطط العمل المستقبلية بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.